بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.